مرحبا، رح نعمل مع بعض الخبز العربي. بدنا المكونات التالية عشان نحضر هاي الوصفة اللي هي مكوناتها كتير بسيطة وموجودة بكل بيت. بدنا 3 كوب من الطحين الأبيض العادي، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة من الخميرة، وبدنا مية 1.25 كوب. بس وإحنا مندير المية مندير على مهلنا، لأنه يمكن نوع الطحين اللي عم تستعملوه بهاي العجينة أو بهذا الخبز ما ياخد منكم 1.25 مية. رح نبلش أول إشي نضيف المكونات الجافة كلها فوق بعض، الخميرة السكر والملح، ونقلبهم كتير منيح مع بعض. بس يختلطوا تماما منضيف لإلهم المية. هلأ زي ما حكينا للعجين رح نبلش نضيف المي تدريجيا ونعجن. كمية المية هي 1.25، بس يمكن ما تحتاجوا انكم تحطوها حسب نوع الطحين اللي انتم عم تستعملوه. هلأ بعد ما عجننا العجين رح نغطيها بشرشف المطبخ، بعدنا نتأكد انه نضيف، ونغطيها ونتركها لمدة ساعة كاملة عبين ما تتخمر عنا العجينة. بعد ما تركنا الخبز العربي لمدة ساعة يرتاح، عملته على شكل أقراص صغيرة. هلأ رح أتركه كمان نص ساعة بعد ما أغطيه بشرشف، وأتركه نص ساعة بين ما يتخمر. هلأ لاحظوا كيف خمروا عنا الأقراص، أو يعني حسب ما عملنا الخبز على أقراص. هلأ رح نحطهم على سطح عنا فاضي، منرش شوية طحين، منحط وحدة ومنحاول نفردها بشكل دائري. منجيب المرق ومنرقها، رح نكمل الرق كل الأقراص اللي عملناها، وبعدين رح نحطهم على الفرن بأي مقلاية عنا من التيفال عشان ما يلزق عليها العجين. هلأ رقيناها بشكل دائري بهاي السماكة، مش كتير خميرة. هلأ أنا فردت العجينة بطريقة دائرية على شكل الخبز العربي، وعنا هون مقلاية تيفال حطيتها على حرارة متوسطة. بس تحمى عندي المقلاية رح أبلش أورجيكم كيف رح نخبز الخبز. هلأ حطينا أول وحدة خبز على المقلاية وهي سخنة، رح أتركها دقيقة أو يعني ثواني، بعدين بقلبها على الجهة الثانية عبين ما يبلش يطلع البابلز عندنا. هلأ لاحظتوا كيف بلشت فيها شوية بابلز، رح أقلبها على الجهة الثانية. لاحظوا كيف بلش يطلع من الوسط فيها بابلز، أو ممكن يطلع من أي جهة. هلا لما احنا هاي البابل عنا تكبر شوية صغيرة، رح نضغط عليها عشان تنفخ عنا باقي الخبزة. لاحظوا كيف لما نضغط عليها من جنب بتبلش تنفخ الباقي. هيك بصير عنا الخبز طبقتين من جوا. رح نعمل الثانية بنفس الطريقة، نستمر على هاي الطريقة لحتى نخلص كل الخبزات اللي عنا. هي طبعا ما بتضل نافخة، مجرد ما نرفعها عن النار رح ترجع عادي. رح أقلب هاي. لاحظوا كيف بلشت تنتفخ عنا الخبزة، بس نضغط عليها شوية صغيرة مش كتير تبلش تنفخ. لاحظوا كيف بنبلش نضغط عليها من الطرف،
هيك حتى تنفخ عنا كل الخبزة، وزي ما قلنا بهاي الطريقة بتصير الخبزة طبقتين. أقلبها كمان مرة ثانية. هلا هيك صار عنا الخبز العربي جاهز، وهي لاحظوا كيف تفتح عنا الخبزة طبقتين. وصفتنا زاكية كتير، إن شاء الله تجربوها وتحبوها. ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.